بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 15. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. مناسبة هذه الآية والله أعلم لآيات الصيام أنه إذا كان الصائم يمسك عن أكل المباحات في نهار الصيام طاعة لله سبحانه وتعالى فإنه يجب عليه أن يمسك عن الحرام دائما وأبدا، كما أنه يصوم عن المباحات فإنه يجب أن يصوم عن المحرمات. فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم، المراد أموالكم أي أموال بعضكم بعضا، هو محرم على الإنسان أنه يأكل من ماله الخاص لكن يأكل مال غيره، ونسبه إلى المخاطبين لأنه يجب احترام أموال الناس كما يحترم وكما يحافظ على ماله هو، كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تأكلوا أموالكم أي لا يأكل بعضكم أموال بعض بغير الطرق الشرعية للباطل، والباطل مراد به غير الطرق الشرعية من بيع أو شراء أو هبة أو ميراث، الطرق الشرعية يباح ما حصل عليه الإنسان من الأموال للطرق الشرعية، أما الطرق المحرمة فإن الأموال حرام، أموال الناس حرام، سواء أخذها عن طريق الغصب والقوة والنهب أو أخذها عن طريق السرقة أو أخذها عن طريق المعاملات المحرمة كالغش والخديعة والخيانة في المعاملات، حرام هذا، أو أخذها عن طريق الربا من أشد المحرمات أشد الخبائث، أقبح الكسب الماء الربا، وكذلك أخذها بطريق الرشوة وهي المال الذي يقدم للمسؤولين للموظفين من أجل أن يعطوه حقوق الناس بواسطة الموظف أو القاضي أو الحاكم أو موظف مدير الدائرة، من أجل أن يعطيه حقوق الناس أو أن يقدمه على غيره بإنجاز معاملاته وتأخير معاملات الناس الذين قبله. فالرشوة هي ما يدفع للموظفين من أجل أن يحابوا مع الراشي، هذه هي الرشوة، وهي سحت، أكالون للسحت يعني الرشوة، فهي سحت ومال حرام. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش وهو الذي يسعى بينهما، ثلاثة ملعونون في الرشوة لأنها تفسد المجتمع، الرشوة تفسد المجتمع وتعطل الأحكام وتجرئ الفسقة وتهين الأخيار، تهين الأخيار اللي ما يدفع الرشوة يهانون وتضيع حقوقهم، الفسقة الذين يدفعون الرشوة يقدمون ويحصلون على مطالبهم، فهي تفسد المجتمع وهي مال حرام، لعن الله دافعها ولعن الله آخذها ولعن الله من يسعى بين الراشي والمرتشي، مما يدل على شناعة الرشوة. وكذلك أخذ المال بطريقة الميسر والقمار، الميسر هو القمار
وهو المراهنات، المراهنات الجوائز التي تؤخذ على المراهنات والمسابقات، هذه ميسر إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الجوائز على المسابقات. قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق، والسبق المراد به الجائزة، لا سبق يعني لا يحل السبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني المسابقة على الرماية، النصل المراد به السهم، أخذ الجوائز على الرماية، الذي يفوز في الرماية يأخذ جائزة، أو الخف وهو السباق على الإبل، أو حافر وهو السباق على الخيل. هذه الثلاث، لأن هذه من أدوات الجهاد ومن التدرب على الجهاد، تدرب على الرماية، التدرب على ركوب الإبل، تدرب على ركوب الخيل، هذه من وسائل الجهاد في سبيل الله، فيباح أخذ الجائزة للفائز فيها. وألحق بعض العلماء الجوائز التي تؤخذ على المسابقات، على المسابقات في العلوم الشرعية، المسائل الشرعية، يطرح جائزة: من أجاب على كذا، من حفظ من القرآن كذا وكذا، من حفظ من الأحاديث من الفقه كذا وكذا، يعطى جائزة. هذا أباحه بعض العلماء إلحاقا بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تعلم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، فيجوز هذا لأنه من الجهاد في سبيل الله. أما ما عدا هذه الأمور الأربعة فلا يجوز أخذ الجوائز عليها، وهي الميسر، وهي القمار المحرم، وكل هذه الأمور من أكل المال بالباطل. وكذلك، وهو سبب نزول الآية، كذلك أخذ أموال الناس بالخصومات الفاجرة، بالخصومات الفاجرة عند القضاة، يغرر بالقاضي ويزور عليه حتى يظهر أنه محق في دعواه، فيحكم له القاضي على ما يظهر منه، لأن القاضي لا يعلم الغيب وإنما يحكم على الظاهر. فإذا تعمد الشخص أن يأخذ مال غيره بطريق الخصومة عند المحاكم، ويزور البينات والشهود من أجل أن يغرر بالقاضي، فإنه يحرم عليه هذا المال. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، أقضي على نحو ما أسمع، ربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. الخصومة الباطلة وإن حكم بها القاضي لا تبيح مال الناس، فلا يجوز للإنسان أن يخاصم عند المحكمة وعند القاضي إلا إذا كان محقا في دعواه، صادقا في دعواه. أما إذا كان كاذبا ويريد أخذ أموال الناس بحكم القاضي، القاضي الذي لا يعلم الغيب ولا يدري عن التزوير، فإن حكم القاضي لا يبيح له الحرام، ولا بد أن تعاد الخصومة يوم القيامة عند أحكم الحاكمين، فينتصف للمظلوم من الظالم، وتؤدى الحقوق إلى أهلها يوم القيامة عند رب العالمين. وهناك ليس فيه أموال، الدنيا
يمكن إذا ظلمت أحد وأخذت ماله ترد عليها المال، أما الآخرة ما فيها مال يرده. من أين يرد؟ من الحسنات، يؤخذ من حسنات الظالم فتعطى للمظلوم، وهو أحوج ما يكون في ذاك الموقف إلى الحسنة الواحدة لينجو بها من النار، فتؤخذ حسناته ويطرح في النار والعياذ بالله كما جاء في الحديث. فيدخل هذا دخولا أوليا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يدخل فيه دخولا أوليا الخصومات الكاذبة المزورة بالحجج الباطلة. ولهذا قال: وتدلوا بها إلى الحكام، تدلوا بها إلى الحكام، هذا يحتمل معنيين. المعنى الأول تدلوا بها إلى الحكام، مراد به الرشوة التي تدفع للحاكم من أجل أن يحكم للراشي بحق غيره. ويحتمل وتدلوا بها إلى الحكام أي بالحجج والبينات الباطلة، فالقاضي لا يعلم الغيب فيحكم على الظاهر ويأخذ المحكوم له مال الناس بغير حق. والآية عامة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يشمل كل المكاسب المحرمة، كل المكاسب المحرمة تدخل في الباطل. الباطل معناه الذاهب، الذاهب الذي لا حقيقة له، هو الباطل الذي لا حقيقة له. ويدخل في ذلك الخصومات بالباطل، ولهذا قال: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. شوف، قال من أموال الناس، ما هم مالك، مال الناس. وإن كنت احتلت عليه وأخذته فهو مال غيرك وليس لك، لتأكلوا فريقا من أموال الناس. فالذي يأخذ المال بطريق الخصومة الفاجرة هذا أخذ أموال الناس، وحكم الحاكم لا يحل له الحرام ولا يجعل المال مالا له، وإنما هو مال غيره. تأكل فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، تتعمدون هذه الطرق الخبيثة والمكاسب المحرمة. فهذا فيه التحذير لكل مسلم بأن يحذر من المكاسب المحرمة. وقوله تعالى: ولا تأكلوا، ليس المراد خصوص الأكل، وإنما يعم أخذ أموال الناس سواء أكلها أو شربها أو لبسها أو بنى بها بيوتا أو جعلها أرصدة له في البنوك، كله يسمى أكل. وإنما عبر بالأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، وإلا فالآية عامة في كل تمول أموال الناس بغير حق وبغير طريق شرعي. وجاء في الحديث الصحيح أن أكل الحرام يمنع قبول الدعاء حتى في حالة الضرورة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟
لا يستجاب له، ما دام يأكل الحرام لا يستجاب له دعاء، معناه أنك لا ما لك صلة بالله عز وجل، انقطعت الصلة بينك وبين الله. إذا دعوت في الصلاة ما يقبل، إذا دعوت في أي مكان في الطواف ما يقبل، إذا دعوت في السعي ما يقبل، إذا دعوت في حالة الضرورة ما يقبل دعاك، ما يقبل دعاك حتى يكون مطعومك طيبا. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، والطيبات معناها الحلال، حلالا طيبا. ففي جميع الدعوات ما يقبل دعاؤك، لا في الصلاة وهي أعظم صلة بينك وبين الله، ولا في طوافك، ولا في سعيك، ولا في ركوعك، ولا في سجودك، ولا في أي حالة، ولا في حالة الضرورة ما يقبل لك دعاء، الصلة منقطعة بينك وبين الله عز وجل بسبب أكلك للحرام. فعلى المسلم أن يتوب إلى الله، على من يستعمل الحرام أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويرد أموال الناس إليهم ويطلب منهم المسامحة. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة. إن كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطيت للمظلومين، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه وطرح في النار. فعلى المسلم أن يتوب إلى الله وأن يقتنع ويقنع بالكسب الحلال ولو كان قليلا، الكسب الحلال ولو كان قليلا فيه بركة وفيه خير، إن أكلته نفعك، وإن تصدقت به يقبل منك، وإن ورثته لورثتك تؤجر عليه. أما المال الحرام إن أكلته تغذيت بالسحت، وإن تصدقت منه لم يقبل، وإن مت وتركته صار حسابه عليك ونفعه لغيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكان زادك إلى النار كما في الحديث. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم، أن نسأل الله عز وجل أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يكفينا بفضله عمن سواه، وأن يقنعنا بالحلال، وأن يباعدنا من الحرام. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ألا يقول أنه أخذ فائدة ربوية من البنك، أخذها والآن تاب إلى الله، ماذا يعمل بهذه الفائدة؟ نقول له: ضعها في مشروع عام، ضعها في مشروع من المشاريع، أو أعطها المحتاجين تخلص منها، أعطها المحتاجين وتخلص منها. نعم. يقول إن ابن القيم اعتمد يعني على قوله إنه يجوز أخذ المسابقة على غير الثلاث، على غير الثلاث المذكورة في الحديث. يقول اعتمد على حديث مراهنة أبي بكر في غلبة الروم. نقول هذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث لا يصلح للاستدلال، ولا أظن ابن القيم يستدل بهذا، لأن ابن كثير لما أورده بيّن أنه لا يصح ولم يثبت، لكن ابن القيم قاس هذا، قاسه على المسابقات التي تؤخذ على وسائل الجهاد، وقال إن العلم إنه من الجهاد في سبيل الله. هذه وجهة نظر ابن القيم. هذا يقول إن دولتنا إنه تعطينا قروض وتأخذ نسبة زيادة عليها، هذا ربا،
الربا سواء من الدولة أو الربا من الأفراد أو من الشركات أو من البنوك، الربا ربا، الربا ربا لا يحل، حرمه الله سبحانه وتعالى. فهذا القرض الذي يؤخذ عليه نسبة 2% أو 1% أو أقل هذا ربا ولا يجوز. هذا يسأل عن القرض الجماعي اللي يجتمع جماعة من الموظفين أو غيرهم، وكل يدفع مبلغ ويأخذه واحد منهم، المجموع يأخذه واحد منهم بالدور، يأخذ واحد منهم بالدور عليهم جميعا. أنا أرى أن هذا لا يجوز، أنا أرى أن هذا لا يجوز، لأنه قرض مشروط في قرض. أنت ما أقرضت زملائك إلا بشرط أن يقرضوك، وإذا قلت أنا ما أقرضك إلا بشرط أنك تقرضني هذا لا يجوز، لأنه بيعتين في بيعة، وهذا قرض جر نفعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. ألا يقول لي ابن بالتبني ومات وترك ولدين وبنت، فهل لهم في الميراث؟ نعم، أولاده يرثونه، أما أنت فلا ترثه لأنه ليس ابنا لك. الله أبطل التبني في سورة الأحزاب، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فلا يجوز التبني في الإسلام. أما إنك تأخذ طفل ما له أحد وتربيه وتحسن إليه هذا طيب، لكن ما تتبناه تقول هذا ابني. أما إنك تأخذه تحسن إليه وتربيه تنفق عليه لا بأس هذا طيب، وأما إنك تتبناه ويصير مثل أولادك لا، هذا حرام ولا يجوز. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. ما تتبنى، ولكن هو أخوك في الإسلام فقط. ألا يسأل عن تشبه بالكفار؟ تشبه بالكفار محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم تشبه بقوم فهو منهم. وضابط التشبه بالكفار أن تتشبه بهم فيما هو من خصائصهم، من أمور دينهم، فيما هو من أمور دينهم وعباداتهم، أو تتشبه بهم في كلامهم ومشيتهم وعوائدهم الخاصة بهم. أما العوائد المشتركة بينهم وبين غيرهم هذا ليس من التشبه، لكن العوائد الخاصة بهم هم أنت لا تتشبه بهم فيها. فالتشبه يشمل عباداتهم ويشمل عوائدهم الخاصة بهم. نعم. ألا يقول نعلم وجوب الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، فما هي ديار الإسلام؟ ديار الإسلام هي التي يحكم فيها بالشرع، ديار الإسلام هي التي يحكم فيها بالشريعة، هذه ديار الإسلام. نعم. أدري إيش يكتب سؤال يوضحه ويوضح الكتابة. هذا يسأل إذا كان عنده أموال حصل عليها من طريق غير صحيح، رشوة ولا غيرها، عنده أموال حصل عليها من طريق محرم، نقول تتوب إلى الله عز وجل وتتخلص من هذه الأموال، تخرجها من ماليك تضعها في مشاريع أو تعطيها محتاجين تخلص منها. ألا يسأل عن الصلاة في المسجد الذي فيه انحراف عن القبلة؟ الانحراف اليسير ما يضر، الانحراف اليسير ما يضر، أما إذا كانوا يصلون والقبلة وراء ظهورهم أو على جنوبهم القبلة هذا لا يجوز. إذا كانت القبلة على جنب المصلي أو خلف ظهره هذا لا يجوز، أما إذا كانت أمامه ولو كان ما أصاب عينها يصيب الجهة، يكفي الجهة التي فيها القبلة. فالانحراف الذي لا يصرف المصلي، لا يصرف جسم المصلي عن القبلة هذا الصلاة صحيحة. نعم. هذا يسأل عن مصافحة أخت زوجة الأب. لا، ما يجوز، ما يجوز مصافحتك لأخت زوجة أبيك لأنها أجنبية، أما زوجة أبيك فأنت محرم لها، صافحها لا بأس، أما أختها
أو عمتها أو خالتها فلا يجوز لأنها أجنبية. ألا يسأل يقول المعتكف هل يشترط أنه يحدد المدة التي يريد الاعتكاف فيها أو أنه يعتكف بدون تحديد مدة؟ يعتكف بدون تحديد مدة متى ما شاء خرج إلا إذا نذر. شوف إذا نذر مدة فلا بد من إكمالها، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. أما إذا لم ينذر الاعتكاف وإنما هو متطوع به فهذا يعتكف ما شاء، اعتكاف طويل أو قصير أو متوسط يعتكف ما شاء وله من الأجر بقدر ما اعتكف. هذا يسأل عن حديث الخمس صلوات اليوم والليلة، من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله. يقولون صحة الحديث إلى هذا الحد، لم يكن له عهد عند الله، أما زيادة إن شاء عذبه وإن شاء أدخله إن شاء أدخله الجنة هذه لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صححها بعض العصريين ما هي بصحيحة، الزيادة ذي ما هي بصحيحة. نعم. هذا يسأل عن بيع العطور التي فيها كحول، إذا ثبت إن فيها كحول يعني خمر وأنها تسكر إذا شربت لا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها لأنها خمر، والخمر يجب إتلافها ولا يجوز بيعها، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر ولعن بائعها وآكل ثمنها. فالعطور التي تسكر هذه حرام لا يجوز بيعها بل يجب إتلافها. أما إذا كانت لا تستعمل للإسكار وإنما تستعمل للطيب ولم يثبت وإنما شائعة إن فيها كحول ولم يثبت فالأصل الإباحة والحمد لله، الأصل العطور الإباحة حتى يثبت أن فيها كحول وأنها تصل إلى حد الإسكار لمن شربها. نعم. مسألة الطلاق يراجع فيها المحكمة أو دار الإفتاء، المفتي المعتمد في البلد يرجع إليها أو القاضي في المحكمة، ولو في الأحوال الشخصية في بعض البلاد لأنهم عندهم أحوال شخصية للطلاق والميراث وإلى آخره يراجعهم. هذا يسأل عن سؤال تكرر وهو حجز المكان في المسجد. قلنا حجز المكان لا يجوز لأن المسجد لمن سبق، ولكن إذا كان إنسان جالس في المسجد وعرضت له حاجة يروح يتوضأ ويرجع ولا يجيب المصحف ولا يجيب كتاب، عرضت له حاجة قريبة فلا مانع أنه يحتجز مكانه، لأن الذي في المسجد إذا قام من مكانه ثم رجع إليه فهو أحق به أنه سبق إليه. نعم. هذا يسأل أنه وقع في معصية وتاب ثم رجع إليها، نقول عليك التوبة، كل ما أذنبت عليك التوبة ولا تقنط من رحمة الله عز وجل، لكن تكون التوبة صادقة ما هي باللسان فقط. ومن شروط التوبة العزم على ألا يعود، من شروط التوبة يعزم على ألا يعود إلى المعصية. لكن لو قدر أنه عزم أنه ما يعود ولكن وقع فيها مرة ثانية حكم النفس الأمارة بالسوء والشيطان فإنه يبادر بالتوبة ولا يقنط من رحمة الله. يسأل عن حال السيارة والسيارة مأمن عليها وما أدري كيف، لما لنا فيها دخل؟ يرجع إلى النظام والمحكمة اللي عنده. يقول يوجد عندنا مسجد قديم قام المصلون ببناء مسجد جديد بقربه، فهل يجوز لنا نحول المسجد القديم إلى منازل؟ هذا تراجع فيه جهة الأوقاف في البلد، وهي التي لأنها هي اللي لها السلطة على
المسجد القديم وفي الأوقاف تبعها تصرف فيها هي. نعم. يسأل عنها هل يجوز الإنسان يشتري سيارة أو قافلة سيارات لنقل المسافرين؟ لا بأس بذلك يا أخي، لا بأس بشراء سيارة أو سيارات لنقل المسافرين وأخذ الآجار على ذلك، ما في بأس إن شاء الله. نعم. هذا يسأل عن محلات الغاز، الزكاة ما كيف يخرج الزكاة؟ اللي عنده محل غاز إذا كان عنده فلوس مجتمعة يخرج زكاته، والغاز اللي عنده يقومه يثمنه بل هو يسوى ويخرج زكاته أيضا ربع العشر. نعم. هذا يقول هل يدعو الرجل ويقول اللهم أدخلني الجنة من غير سابق عذاب؟ نعم. طيب اسأل الله إن الله يدخلك الجنة، ولا تتعاظم السؤال من الله عز وجل. الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. اسأل الله جل وعلا. نعم. هذا يسأل يقول إنه موظف وله راتب، وله راتب والراتب ما يكفيه مصاريف، هل يأخذ من الزكاة؟ هل تحله؟ نعم، إذا كان راتبه لا يكفيه للسنة، عليه نقص في المصاريف، فيأخذ بقدر، يأخذ من الزكاة قدر ما يتمم نفقته، ولا يأخذ زيادة على تمام النفقة لسنة واحدة. نعم. هذا يسأل عن النهي عن قول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت. الأول فيه اللوم على القدر، الجزع مما حصل والتلوم، أما قول الرسول لو استقبلت من أمري ما استدبرت فهذا فيه التأسف على فعل على العمل الصالح، تأسف على العمل الصالح، ما هو بلوم على القدر، وإنما هو تأسف على ما فاته من التمتع الذي هو أفضل من القران. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، ألا تأسف على زيادة الأجر، والتأسف على العمل الصالح وعلى هذا شيء طيب ولا يدخل في لوم القدر. هذا يسأل بأنه كان أمامه ماء مسحه بمنديل وأصاب يده، واصل الصلاة تراويح، وفي آخر صلاة التراويح عرف إن هالماء أنه بول طفل، تحقق أنه بول طفل. فما حكم التراويح؟ ما حكم التراويح؟ تراويح صحيحة إن شاء الله، والإنسان إذا أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يعلم عنها صلى ولم يعلم صلاته صحيحة، لكن يغسل البول المستقبل، وأما ما فات فصلاته صحيحة. نعم. هذا يسأل عن الرضاعة، الرضاعة أنا ما أفتي به هنا، يحتاج إلى إحضار المرضعة وسؤاله أو إحضار شهود، وهذا يكون عند المفتي أو القاضي في البلد. نعم. الزواج العرفي هل هو جائز؟ يقول إذا تمت شروطه وأركانه فهو جائز، الكلام على تمام الشروط، أن يكون بولي، يكون العاقد ولي للمرأة، ويكون برضاها، ويكون بإيجاب وقبول، إيجاب من الولي وقبول من الزوج، يعني يقول زوجتك فيقول قبلت، ويكون هذا برضا الزوجين بعضهما للبعض الآخر، ويكون بحضور شهود شاهدين. إذا تمت هذه الشروط فالعقد صحيح، وكونه عاد يوثق في الدوائر الحكومية أو في المحاكم يوثق بإظهار صك لشيء آخر، أما العقد هو صحيح إذا تمت شروطه فهو صحيح. نعم. ما يجوز هذه تسأل تقول إنها مودعة مالها في البنك وتأخذ عليه فوائد ربوية وتعطيها للفقراء،
ما يجوز هذا، ما يجوز أخذ الفوائد وإعطاها للفقهاء. لكن الفتوى فيما لو تاب الإنسان، تاب كان يأخذ فوائد وتاب وعنده هذه الفوائد ما لا يعمل بها تخلص منها يعطيها للفقراء، أما يقول بستمر أخذ الفوائد وأعطيها للفقراء هذا ما يجوز، حرام هذا. نعم. ألا يقول أني معي مصحف أخذته من الحرم ورحت أتوضأ وجعلته عند أحد الباعة لما أخرج من الحمام، لما خرجت ما وجدت الرجل ولا وجدت المصحف، نقول أنت اللي غلطان، أخطأت في هذا، لماذا تخرج بالمصحف؟ المصحف وقف على الحرم، لا يجوز أنك تخرج به من مكانه، كان وضعته في الحرم، أنت أخطأت في هذا، والله يتوب علينا وعليك، لا تعود لمثل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.